وحيد واحنا كلنا في الحاره والله قاعدين ما عندناش اي حاجه ولا بنعمل ولا اي حاجه. حصل القصف مره واحده نزل الطوب علينا كلنا ما جاش على ابني غير ابني انا الوحيد وجينا نجري. حتى يا خالتي اللي تعجبني الحمد لله البيت عندنا في بيوت عندنا هناك كثير وشهداء كثير في الحاره حدا يلحقهم مساكين قاعدين. حتى احنا فكينا جرد الغاز عشان نيجي بالسياره نلحق نفهم. بقول لربنا والله ما بقول غير لله هو الوحيد اللي هينجدنا باذن الله. والله باذن الله والله كل يوم بالنجي وكل ساعه بالنجي وكل صلاه بالنجي وهو اللي هينجدنا باذن الرحمن. قالوا لي بدهم يصوروها اشعه بس في حاله جبس احنا جوهره ولا حاجه. اطلع عليه.